ده خبر ايجابي جدا جدا، ليه علاقه بالسياحه. ودايما كنا بنقول ان مصر ما بتاخدش حصتها من السياحه العالميه وفقا للمقاومات اللي عندنا والتنوع الكبير في مساله طبعا السياحه والاثار كل ما له علاقه بالملف ده. لكن في الفتره الاخيره الحمد لله يا رب زادت اعداد السياح اللي بيجوا لمصر في الكام شهر اللي فاتوا. وعندنا النهارده مجله التايم الامريكيه اللي بتصدر كل اسبوع طلعت افضل 50 وجهه سياحيه للافراد في 2023، وكان من ضمنها منطقه سقاره والجيزه في مصر، وحتى قدام حضراتكم على الشاشه حطوها على غلاف المجله في احدث عدد صادر ليها. فطبعا دي نقطه في منتهى أهمية، شغل كتير ومهم بيتعمل في ملف السياحة، وطبعا دي النتيجة والمردود منه بيبقى على طول سريع، خاصة واحنا بنتكلم على الاحتياج المهم للعملة الصعبة.